استمع لي، بالمعرفة نرتقي. متابعي قناة استمع لي الأعزاء، سلام الله عليكم. قبل بداية الفيديو ندعوك للاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. عيد الأضحى هو من الأعياد التي اعتاد الناس فيها على الفرحة والبهجة، ولكن هناك من لا يفرح بعيد الأضحى لأنه لا يستطيع شراء خروف العيد، وهذا ما حدث لامرأة أرملة وعندها ولدين يتيمين. وفي ليلة مظلمة جلست المرأة في بيتها وأولادها بجانبها يقولون لها أن جارنا فلان اشترى لأولاده خروفا كبيرا وجميلا، فمتى يا أمي ستشترين لنا خروفا؟ فبدأت المرأة بالبكاء وقالت: لا تحزنوا يا أولادي، فإن الله لا ينسى أحدنا. وبينما وهي تحاول أن تنسي أولادها موضوع عيد الأضحى والخروف، كان أحد الجيران يحاول أن ينزل خروف العيد من السيارة، فسقط الرجل أرضا وهرب منه الخروف. فلم يختل الخروف إلا أن يدخل دار هذه الأرملة، فلما رأى هذين الطفلين الخروف فرح به وقال: لقد سمع الله منك يا أمي كلامك، فأرسل لنا خروفا جميلا. وفجأة دخل صاحب الخروف وقال: أنا آسف، إنه خروفي هرب لي من السيارة عندما كنت أحاول أن أدخله البيت. فبدأ الأولاد بالبكاء، فقال الرجل للمرأة: لماذا يبكي الأطفال؟ فقصت له المرأة قصتهم، فتأثر الرجل وقال: يا أطفالي، هذا الخروف لكم لأن الله لا ينسى أحدنا، وإلا لم يدخل الخروف إلا لهذا البيت بالذات. وذهب الرجل إلى بيته، وفي الصباح ذهب إلى السوق ليشتري خروفا آخر، وعندما وقف عند بائع الخرفان وقال له: كم هذا الخروف؟ فتبسم صاحب الخرفان وقال: هذا الخروف هدية لك. فتعجب الرجل وقال: كيف هو هدية لي؟ فقال البائع: أنا أبيع خرفان العيد منذ زمن طويل، وفي أول يوم أدخل فيه السوق أهدي أول خروف لأول شخص يقف عندي، فهذه عادتي، وأنت أول شخص يقف عندي ليشتري. فضحك الرجل وقال: إن الله لا ينسى أحدنا. أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم، لا تنسوا مشاركة القصة مع أصدقائكم. إلى اللقاء.